عندي الشهادة الطبية بيبدأ من أولا على حسب طبعا لو حصل إن الطبيب سواء عربي أو غير عربي عمل الشهادة الطبية أو خلص دراسة الطب في بلد من دول الاتحاد الأوروبي، ده ما بيحتاجش أصلا طبعا معادلة خالص. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يحتاجها لما يكون دراسته لم تكن باللغة الألمانية، بيحتاج يعمل امتحان اللغة في النقابة، وده شيء مفروغ منه. لكن لو كانت الدولة اللي تم فيها الدراسة سواء دولة عربية أو غير عربية أو أوكرانيا أو بيحتاج الطبيب إن هو يعمل معادلة لشهادة دراسة الطب. طيب المعادلة دي بتبدأ إزاي؟ أولاً بيبدأ بحاجة اسمها طبعاً الأنتراكشتلونج. الأنتراكشتلونج اللي هو التقديم الأولي على المعادلة. في حاجات طبعاً في طلبات كتير بتبقى موجودة على صفحة الميد أوني بين. أهم ثلاث حاجات وده اللي بقولها للكل، أولاً شهادة اللغة اللي هي البي 2، ودي طبعاً لازم تكون ما يمرش عليها أكتر من 3 سنوات. لو 3 سنوات وشهر للأسف الشديد لا يقبل بيها. طيب هل ممكن برضو ان انا وانا بقدم على المعادلة، ودي برضو في سؤال ده بيجينا كتير جدا، هل ممكن ما احتاجش البي 2؟ اه ممكن. امتى؟ حاجة من اتنين، يا اما تكون انت عامل الرايفة بروفونج بتاعك اللي هو زي ما شهادة الثانوية العامة لما بنقول في مصر او في الدول العربية في بلد المانيا او النمسا او كده، او انك تكون عملت اي اوسبيلدونج في اي مكان حصرا لمده 3 سنوات باللغه الالمانيه، ممكن ساعتها يتم التغاضي عن موضوع البي 2. طيب مين اللي بيقرر في الموضوع ده؟ هل انا مثلا لو شفت الورقه ديت او شفت الشهاده ممكن اقول لك انت مسموح انك ما تعملش بي 2؟ لا، للاسف الشديد الميد اوني بين ومش بس بين، انسبروك وجراتس كل الجامعات لها قرار فيتو كده، هي اللي بتقرر الورقه دي تنفع الورقه دي ما تنفعش. يعني يا دكتور احمد الكلام اللي انا بقوله ده هل موثوق بنسبه 100%؟ وطبيعي ان يكون موثوق 100%، بس في بعض الايه الحالات المختلفه بين فرد لفرد. للاسف الشديد وده بيحصل ان ممكن فردين اتنين دارسين في نفس الجامعه في اوكرانيا مثلا، والاثنين عندهم نفس الورق والاثنين مقدمين الورق الاثنين للجامعه، وده يجي له تمام يقول لك تمام تمام، وده يقول له لا محتاجين كمان ختمهالي. بس ده نادرا لما بيحصل يعني. انا بس بقول لكم عشان في بعض الناس بتتخض من الموضوع ده، اشمعنى زميلي اتقبل منه وانا ما اتقبلش؟ بيتوقف ساعات على الموظف، توقف ساعات على ممكن الموظف الاساسي يكون في اجازه والموظف دوت هو اللي قبل الورق كده، بس ده يعني حالات فعلا نادره جدا. خلاص؟ طيب اول حاجه قلنا البي 2، تاني حاجه تجهيز الورق، ده طبعا مهم جدا جدا جدا. الورق ده برضو موضوع بيختلف من بلد لبلد، ابوستيل مطلوب من بعض الدول ومش مطلوب من بعض الدول. في بعض الدول لازم تجيب ختم الجامعه، ختم السفاره في بلدك، وفي بعض الدول بيكتفي بالابوستيل ومش محتاج حاجه ثانيه. طيب هل والسؤال ده برضو بيتكرر كتير، يا دكتور انا بدات المعادله في المانيا والورق بتاعي كله موثق من السفاره الالمانيه في بلدي، هل محتاج ختم السفاره النمساويه؟ ايوه. بس هل محتاج ترجمه الورق تاني؟ لا، ترجمه الورق يقبل، لكن ختم السفاره الالمانيه لا يقبل. خلاص دي حاجه. طيب يا دكتور انا عملت الفاكش براك بروفونج في المانيا، هل يقبل في النمسا؟ اه يقبل، بس في شرط انه لازم يكون من نقابه الاطباء في المانيا. خلاص، وتجيب شهادة بده يقبل، ومش لازم تعمل لا سي اينز ولا تعمل فاكش براك بروفون. طبعا احنا نطينا شوية في الخطوات، بس دي اسئلة كتير بتتكرر عشان كده حبيت اقولها. يبقى اول حاجة قلنا البي 2، تاني حاجة الورق بتاعنا زي ما قلنا كامل كله، وفي اهم حاجة الشهادة الكرتون النهائية اللي انت بتاخدها من الجامعة دي، عندنا في مصر كده شهادة كبيرة كده كرتون، الشهادة دي لازم تكون موجودة. لازم الكوريكولوم بتاعك يكون موجود، هل لازم يكون عليه اسم يا دكتور؟ لا مش لازم، بس لازم يكون عليه ختم الجامعه. خلاص؟ طيب هل في القاعده دي شواذ؟ في للاسف شواذ كتير، وده اللي احنا بنقول عليه عشان كده يبقى في اتصال بينا
وفي اتصال برضو مع الجهه الثانيه اللي هقول عليها دلوقتي هنا اللي موجوده في النمسا، هي اللي بتساعد في حل المشاكل. طيب الورق لازم يكون فيه شهاده ساعات دراسيه. يعني ايه ساعات دراسيه؟ يعني انا خدت في سنه اولى اناتومي وبايوكيمستري وهيستولوجي وفيسيولوجي، الاربع مواد دول الماده دي كان ليها 9 ساعات في الاسبوع، السمستر كان فيه 12 اسبوع، الساعه بتساوي 50 دقيقه او الساعه بتساوي 60 دقيقه، الكلام ده كله لازم يكون موجود في الشهاده بتاعتك. لو مش موجود للاسف الشديد لن يتم معادله الورق، مش هيقدروا يعني يقرروا هل شهادتك دي ممكن معادلتها في النمسا ولا لا. ودي احد اهم اسباب رفض الورق في الاول. طيب خلصنا الورق وخلصنا البي 2، ثالث حاجه ايه اهم حاجه؟ الجواب اللي بتجيبه من نقابه الاطباء اسمه الفادرني ستينوسيفيت سيروم. يا دي عباره عن ايه؟ الميد اونيفين او كليه الطب بفيينا او بانسبروك او الثلاثه الاساسيين هنا جراتس وانسبروك وفيينا محتاجين ورقه من نقابه الاطباء بتقول ان فلان ده الطبيب اللي خلص الدراسه في اوكرانيا او في مصر او في سوريا او في المغرب او محتاج معادله في احد كليات الطب بالنمسا لكي يستطيع العمل بالنمسا. من غير الورقه دي ما ينفعش تبدا المعادله اصلا. الورقه دي بنقدم عليها. خلاص عندك سؤال يا دكتور؟ بالنسبه لهي الورقه هي نفس الورقه اللي كان يعطيها البعض اللي هي الاعتراف بالشهاده، لانه اجراءات هي جديده يعني. الباف دلوقتي حاليا الباف علاقته بالشهاده بالمعادله مجرد علاقه مساعده زي الاي اف اللي هي السريش انتجراسيونز فوند والار ام اس وكلام من ده، لكن ملوش اي علاقه بالمعادله. يعني اذا بفهم من حضرتك انه هي الورقه هي عباره من النقابه باعتراف مش اعتراف، هي عباره عن انها بتقول ان الطبيب اللي من البلد الفلانيه اللي درس في المكان الفلاني محتاج يعمل معادله عشان يبدا هنا. ليه بقى؟ الموضوع ده حصل ليه؟ لان في كتير للاسف الشديد اقول لكم قصه قصيره يعني عن الموضوع، في بعض زمان ما كنتش بتحتاج الورقه دي من نقابه الاطباء. طبعا هذا اللي وكان في بعض الاطباء بيعملوا المعادله وبعد ما يخلص المعادله يجي يروح لنقابه الاطباء يقول له ايه ده انت عملت المعادله، انت ما كنتش محتاج معادله اصلا. او ممكن مثلا واحد يقول لك ايه لا انت مش مسموح، انت مش مسموح لك اصلا تعمل معادله لانك لسه ما خلصتش بعد الدراسه في المانيا مش عارف 3 سنين مش عارف ايه. فعشان يتجاوزوا المشكله دي لازم تجيب الموافقه المبدئيه من نقابه الاطباء عشان تبدا المعادله. مش كثير هلا هيك يعني هلا هيك لقاءات مثل ما عم يحكي الدكتور احمد. سابقا كانوا الزملاء ياخذوا المعلومات منها او من الزملاء اللي خلصوا التعديل، بالنسبه لنا هي معلومه جديده. الله ينور عليك. يعني في كل وقت تمشي بالغلط يعني زمان ما كانش بي 2، كان زمان مش بي 7، كان زمان بي 1. وكل ما احنا بنحاول دلوقتي كمان نعمل مساعدات وبنحاول نعمل تسهيلات هقول لكم عليها بعد كده ان شاء الله. الورقه دي اسمها الفادرني ستينوسيفيت سيروم. خلاص ثواني ارجع لحضرتك. وبتبعث الى ايميل اسمه اللي هو في نقابه الاطباء اسمه انترناشونال ات ارتستكاما.at. هل ليها فريست الورقه دي؟ ده سؤال برضو بيكرر كتير. في بعض الناس بتبقى عاملين الورقه دي من 9 شهور ويقدموا بيها وتقبل، وفي بعض الناس بيقدموا بعدها ب5 شهور ويقول لك لا دي لازم تكون 3 شهور بس. احنا حاليا في محادثات مع جامعه فيينا وعاوزين نجيب الموضوع ده شريف ليك، يعني منهم ورقه مكتوب فيها في لانجا از ذيس بريف جولتيك يعني. بس اللي اجمعوا عليه الجميع ان هي 3 شهور. فانا بنصح الجميع دلوقتي اللي يجي يقدم على الانتراك بتاع المعادله يعملها قبلها ب3 شهور. فبعد ما بتعمل الانتراك ما بيحصلش مشاكل ولا حاجه. طيب في ورق تاني محتاجينه، في حاجه مهمه جدا 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 ودي بتمس بعض الناس اللي هم مش عايشين في النمسا هنا، بعض الناس مثلا ممكن في اوكرانيا او في المانيا او في بلده لسه في مصر او في سوريا وبيقدم على المعادله من هو في بلده. محتاج فولماخت من اي واحد عايش هنا ان هو موافق ان يستقبل الجوابات بتاعك على البوست ادريس بتاعك.
لان انت لازم تقدم عنوان في البلد هنا. لو انت مقيم في البلد هنا بتقدم الميلد سيتل بتاعتك، ولو انت مش مقيم في البلد هنا وما عندكش ميلد سيتل بيبقى في فورمولار كده بالشخص اللي انت اللي بيستضيف اللي انت بتاخد منه العنوان بتاعه بمعنى الصح، بيمضي لك عليه ان هو موافق ان يستقبل الرسائل بتاعتك على البوست ادريس بتاعه. وفي بعض الزملاء كتير جدا في الجروبات بتاع التليجرام وكده بيعملوا ده مقابل اجر بسيط وبتاع وكده. وفي طبعا في بعض الناس لو انت تعرف حد صديق ليك هنا او كده ممكن يعملها لك بدون اي مقابل يعني. طيب انا قدمت على الانتراك في، بس الاول زميل هنا كان ليه سؤال. بس كان لسه لك ازاي ده مدي ولا لا، لان انا طلعت كمان من سنة بس ما بعرف ازاي اللي هي بتاع الفوردنس سيروم في الغالب سنة دي. عشان التسجيل خلوا الاسئله بالاخير خلاص ماشي عشان تمام. ناخد الشخص اللي عم يسال تمام كل واحد الله ينور عليك تمام كده يبقى كل واحد يفكر الاسئله، لان ممكن كمان واحنا بنتكلم اصلا نجاوب على الاسئله دي. طيب انا دلوقتي قدمت على المعرض خلاص، بنتظر قد ايه عم يجي لي الرد؟ من حوالي من 4 لـ6 أسابيع، وده برضه بيتوقف على انت مقدم الانتراك امتى خلاص. طيب يعني ايه بيتوقف على انت مقدم الانتراك امتى؟ في امتحانات الاس بي تي اللي هو الشيف بروبن تيست دوت موجود في 3 مرات في النمسا. انت ما بتقدم على المعادله بيجي لك الاين لادونج سو نيكست ميجليش اس بي تي. يعني لو الاس بي تي اللي جاي اللي هو الشيف بروم تيست اللي جاي في انسبروك بيجي لك الاين لادونج على انسبروك. بيبقى فيه فريست طبعا قبل كل امتحان، يعني الفريست بتاع امتحان انسبروك اللي هو في نهايه يناير خلص يوم الجمعه اللي فات ده. فاللي قدم اللي هيقدم بكره من اول يوم الاثنين هيجي له الاين لادونج على فيينا شهر 5، وده اللي اغلب الناس بتعمله لان احنا عندنا اكتر عدد من المعلومات عن امتحان فيينا يعني. طيب انا قدمت دلوقتي مثلا بكره الصبح على الامتحان او قدمت الانتراك بتاع المعادله، هل هيجي لي كمان 4 أسابيع على طول الاين لادونج؟ مش شرط، ممكن يجي لك برضه الاين لادونج بعدها بشهرين شهرين ونص مفيش مشكله، وخصوصا ان احنا دلوقتي كمان في فتره اجازات، ففي الغالب الانتراك بتاعك مش هيتبص عليه او مش هيتفتح غير في نص يناير مثلا. فاحسب بقى من نص يناير 4 لـ6 أسابيع، يعني انت ممكن يجي لك في اخر فبراير نص فبراير. ده طبعا لو كان الورق بتاعك اصلا كامل، يعني الورق بتاعك لو مش كامل في الغالب بيردوا عليك بعد 3-4 أسابيع ويقول لك لو سمحت احنا محتاجين منك اختام، محتاجين منك ورق، محتاجين منك مش عارف ايه، ولازم ترد علينا في خلال 4 أسابيع. خلاص؟ طيب سؤال في النص كده برضو عشان في ناس كتير بتسال عليه، موضوع الفيزا. هل انا دلوقتي في مصر او في المغرب وعاوز اجي اعمل الامتحان، ايه الفيزا اللي بقدم عليها؟ للاسف الشديد في النمسا هنا مفيش حاجه اسمها فيزا للدراسه او فيزا للمعادله. يعني ايه؟ يعني انت لازم تتصرف في الفيزا بمعرفتك، سواء توريست فيزا او زياره او فيزا عمل او بحث مش عارف ايه او فيزا دراسه حاجه ثانيه. في ناس بتقدم دراسه عن دراسه لغه، دراسه فيرتشافت، اي حاجه، وياخد الفيزا ويجي بيها يعمل معادله. طيب امتى ابدا ممكن اعمل فيزا دراسه بشهاده المعادله؟ انا قدمت على المعادله بيجي لي الاين لادونج بتاع الشتيك بروبن تيست، عملت الشتيك بروبن تيست وبعدين جالي الجواب نتيجه الشتيك بروبن تيست، قال لي انت محتاج تعمل المواد الفلانيه. الجواب ده من حقي ان انا اسجل بيه في الجامعه واقدم بيه على ستودنت فيزو. من الحاله دي انت بتبدا تاخد ستودنت فيزو في البلد. قبل كده كل الامتحانات وكل حضورك بيتم عن طريق فيزا انت اللي بتتصرف فيه، سواء بقى انت جاي مثلا في فيزا لجوء، في فيزا زياره، في فيزا سياحه، اي حاجه. طيب يا دكتور الشيك بروم تيست دوت نذاكر له ازاي؟ طبعا احنا عندنا جروب في التليجرام، الجروب ده برضه مهم جدا، ده عليه كل المعلومات الخاصه بالمعادله، سواء المواد اللي ممكن نذاكرها، سواء برنامج الانكي اللي بنذاكر منه الامتحانات. وفي حاجه هنا يا جماعه مهمه جدا عاوز اقول لكم عليها، شكرا على شكرا.
الامتحان اللي شيك بروم تيست ده هو الفيصل في المعادله. يعني ايه الفيصل؟ يعني انت لو حليت فيه كويس بتعتبر المعادله خلصت. طيب بيتكون من ايه امتحان الشيك بروم تيست؟ نقول بسرعه كده. هو عباره عن امتحان في 10 مواد طبيه. خلاص؟ طبعا لو في اي اسئله ثانيه صغيره مثلا المواد دي ايه مش عارفين ممكن نقول على الجروبات بقى، عندنا ورق وحاجات من دي ممكن ابعتها للكل. العشر المواد الطبية دولت لازم الممتحن ينجح على الأقل 60% من كل مادة وإنسكسام 60% من العشر مواد. يعني على الأقل ينجح في 6 مواد. خلاص؟ طيب يا دكتور أنا لو نجحت في 6 مواد بقية الأربع مواد بعمل بيهم إيه؟ الأربع مواد دولت بامتحنهم تاني مع الفارماكولوجي وجريكس ميديتسين والبلفاخ في الجامعه اللي انا قدمت فيها عندي. طيب لو انا نجحت في 5 مواد بس من العشره للاسف الشديد هتعيد العشر مواد كلهم مع الفارماكولوجي وجريكس ميديتسين والبلفاخ في الجامعه. يعني انت لو نجحت في وقت في ماده زي ما بالظبط اكنك نجحت في 5 مواد الاثنين زي بعض. من اول 6 مواد بتمتحن بس في المواد اللي انت ما نجحتش فيها. طيب المذاكره من الانكي او الاسئله اللي هي بتاعت الامتحانات القديمه وكده بتاخد وقت قد ايه؟ وده برضه سؤال بيتكرر كتير. على حسب قوتك في اللغه الالمانيه بيتراوح الموضوع من 3 شهور ل 6 شهور. يعني انت لو ما فيش خالص في اللغه الالمانيه لسه فعلا بي 2 ما عندكش اي معلومات او كده تحتاج مش اقل من 6 شهور. لو اللغة الألمانية بتاعتك يعني متقدمة شوية ممكن تاخد 3 شهور. هل ممكن أقل من كده؟ صعب. أنت عندك حوالي من 6 ل 7000 سؤال في الأنكي. و طيب هل الأنكي كافي؟ لا هو الأنكي مش كافي قوي لأنك ممكن لو أنت في مثلا موضوع معين لقيت نفسك أنت ضعيف فيه تفتحه في الأنبوس، الأنبوس ده عبارة عن موسوعة كاملة في الطب كله. تفتحه في الانبوس او تفتحه في اي موضوع تاني في اي مكان تاني على الانترنت وتبدا تقرا فيه. يعني الانكي بيعتبر جايد لاين بيديك الاسئله وانت بتحدد ايه الاقسام اللي انت ضعيف فيها بتبدا يعني تستوفي فيها الموضوع. في برضه عندنا في التليجرام جروب، في عندنا في التليجرام جروب مجموعه للاطباء العرب كلها اطباء عرب بس، وفي مجموعه فيها حوالي 1600 معادل سواء خلص المعادله او لسه هيبداوا، وفي مجموعة تانية دي مجموعة فيها عرب وأجانب ومن ألمانيا ومن جميع أنحاء العالم، فيها حوالي برضو 1200-1300 معادل. الجروب دوت اللي هو الألماني ده بيعمل حاجة اسمها ليرن جروب، أنت ممكن تسجل فيه وبيقعدوا كل أسبوع بياخدوا فخ يذاكروها مع بعض. مع بعض مش مع بعض بس، ومعاهم طالب من طلبة الطب اللي هو خلص من فترة عنده فكرة وعنده معلومات بيبدأ يشرح لهم الفخ دي كويس، بيقعدوا حوالي 3 أو 4 ساعات أونلاين على الزوم. الموضوع ده كويس جدا جدا، أنتوا ممكن برضو تشاركوا فيه إن شاء الله. بس عاوز أقول لكم حاجة بس، اللي عاوز طبعا أغلبكم عارفني أصلا على التليجرام وعارفني على الواتساب، اللي عاوز أي حاجة من الحاجات اللي أنا بقولها أو في استفسار زيادة أو ورقة معينة أو إيميل أو كده يبعت لي بس وأنا هبعتها له إن شاء الله. طيب خلصنا الشيك بروم تيست وعملنا الامتحان وجالك الرد من الامتحان اللي كان مثلا جايب فيزا لمدة 6 شهور من حقه بنتيجة الجواب بتاع الشيك بروم تيست دوت إنه يقدم على ستودنت فيزو. خلاص؟ ويبدأ الدراسة في الجامعة. لو عنده مثلا ماده مادتين ثلاثه او لغايه 10 مواد بتخش بقى الامتحان بتاعهم في الجامعه امرامن اينا سيب 4 ونسيب 5 دي الامتحانين بتوع الجامعه بتوع طلبه الطب. امتحان منهم 6 مواد وامتحان منهم 4 مواد، انت بتختار الماده اللي انت هتعملها وبتخش الامتحان. بيبقى ليه مواعيد معينه في السنه. الامتحان ده بيتكرر حوالي 3-4 مرات، مرتين تقريبا في السمستر، وانت بتخش بتسجل نفسك فيه وبتمتحنه. خلصت المواد بيجي لك بقى البشايت النهائي بتاع المعادله، ان انت شهادتك اللي درستها في بلدك او في اوكرانيا او في اي بلد الشهاده ديت معادله
للطالب اللي خلص الطب هنا في النمسا، وبتاخد لقب حاجه اسمها اللي هو الدكتور ميد اونيف. كده خلاص يا دكتور انا اقدر اشتغل بقى ممارس عام، ده اللي كنا فاكرينه زمان. احنا عندنا في بلدنا لما بتخلص طب كده انت بقيت ممارس عام خلاص، جنرال براكتيشنر، بتفتح عياده، تعيش حياتك، تسافر بلد عربي وكله زي الفل. لا، هنا للاسف الشديد انت ما تعرفش تعمل اي حاجه بالشهاده دي، انت بتبدا لسه دراسه الطب الكلينيكال بقى، وبتعمل الاوس بيلدنج. طيب الاوس بيلدنج دي تفرق من شخص لاخر، مننا اه طبعا تفرق. اللي خلص في بلد الطب بس ما عملش حاجه بعدها خالص لازم يبدا من الصفر. اللي معاه فخ في بلده ممكن في خلال فتره المعادله اصلا بيقدم في نقابه الاطباء على معادله الفخ، وده اللي قلت عليه قبل كده، اللي هي دي الخطوه الثانيه من المعادله. في حاجه معادله الشهاده، وفي معادله التخصص. معادله التخصص ديت في الاسترايشي اكس كما بتقدم عليها، بتقدم كل ورقك بالالماني ومختوم ومعترف بيه، كل الحاجات اللي انت عملتها، سواء انت مثلا انستيزيست عملت مثلا كام انتوباسيون، عملت كام مش عارف ايه، جراح عملت عمليات في انواعها كذا وكذا وكذا، كله موثق وكله مختوم، بتقدمه لنقابه الاطباء النمساويه. بيجتمع كوميسيون حوالي 3 أو 4 مرات في السنه، بيبص على الورق بتاعك ويقول لك اه اوكي انت محتاج تعمل سنه كمان، او انت مثلا محتاج تعمل امتحان الفخ بس، او انت محتاج لا انت احنا اسفين انت لازم تعمل 3 سنين أو 4 سنين او كده. في طبعا دكاتره عندنا كتير مصريين وسوريين هنا ما احتاجوش يعملوا حاجه. بذكر الاسماء مثلا دكتور احمد باطا مثلا عندنا طبيب عيون، ما شاء الله الفخ بتاعته كلها ما شاء الله اعترف بيها وعمل الامتحان بس. دكتور اياد كبلان مثلا عمل 6 شهور جيجن فخ، وبعدين عمل الفخ اتس بريفونج، وبعدين بدا الشغل على طول. يعني بتختلف من وقت من مكان لشخص لاخر، وممكن برضه زي ما قلنا قبل كده ممكن اثنين مخلصين في نفس المستشفى، واحد يطلب منه انه يعمل 6 شهور والتاني ما يطلبش منه غير يعمل الامتحان. دي برضه بتبقى اختلافات من فرد لفرد يعني، ويعتمد برضه على الورق اللي انت جبته، هل الورق ده كويس ولا لا. طيب انا خلصت خلاص المعادله، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ لو انت لسه ما عملتش السي اينز لازم تعمله. ليه محتاج السي اينز؟ لان السي اينز هو عباره عن فوراوسيتسونج للامتحان اللغه بتاع اللي هو الفخ شفراك بريفونج. فخ شفراك بريفونج هو عباره عن امتحان حالات بيمتحن قدره مش بس في الطب، او بمعنى اصح هو عباره عن 25% طب او اقل من كده كمان. هو بيمتحن او بيختبر الكوميونيكاسيون سكيلز بتاع الطالب اللي هو طالب الطب او الدكتور. هل انت بتعرف تتعامل مع العيانين، تعرف تتكلم مع العيان، تعرف تتكلم مع طبيب زميل، تعرف تتكلم مع البريمار بتاعك في المستشفى، هتتواصل معاه ازاي؟ ام طفل مثلا جايه لك في المستشفى، ودي السؤال ده بيكرر كتير جدا، عنده سخونيه وعنده مش عارف ايه وجايه لك في العياده، هتتكلم معاها ازاي؟ هتسالها اسئله ايه؟ هتعمل معاها الانالميز الشفريخ ازاي؟ هتشرح لها ازاي ان الطفل ده محتاج مضاد حيوي ومحتاج مسكن، ولو تعب حصل له ايه ترجعي لي تاني، وايه اللي ممكن يحصل عشان تروح المستشفى بيه. الكلام ده كله لازم يتقنوا انك هتقدر تعمله، لان لو انت مش انت ممكن تكون بتتكلم الماني كويس جدا بس ما تعرفش تعبر باللغه الطبيه الصحيحه وما تعرفش تتواصل مع الناس. هو ده اللي هم عاوزين يتاكدوا منه. طيب الامتحان ده صعب؟ طبعا هو صعب لانك انت ما بتبقاش عارف الامتحان ماشي ازاي او كده، وده اللي احنا بنعمله، بنجهزكم للامتحان ده برضو في النقابه عندنا ان شاء الله، وده اللي هقوله في خلال الفتره الجايه في المساعدات اللي بنقدمها في النقابه. طيب انا خلاص خلصت السي اينز وخلصت فاكش براك بريفونج، محتاج اعمل ايه بقى؟ لا توقف بقى على انت ايه. لو انت دارس بس في بلدك وهتبدا هنا الاوس بيلدونج، محتاج تعمل 9 شهور بس اوس بيلدونج، وبعدين تبدا الاوس بيلدونج بتاعك سواء الجمان ميديتسين او فخ عطس اوس بيلدونج. لو انت متخصص خلاص خلصت، انت ممكن تكون محتاج بس تعمل الامتحان، امتحان فخ عطس بريفونج، وتبدا تاني يوم شغل. طيب يعني ده معناها ان ده بيفرق من فرد للتاني. طيب تسجيلي في نقابه الاطباء بيجي ازاي؟ كل الفتره اللي قبل كده انا ما عنديش ادنى علاقه بنقابه الاطباء، لان لسه مش طبيب. خلاص الفتره اللي هي فتره المعادله، من اول بدايه المعادله لغايه ما تعمل السي اينز والفخ شفراك بريفونج،
لغايه دلوقتي انت لست طبيب، انت طبيب لسه هتبدا تبقى طبيب تحت التمرين. ودي المشكله الكبيره اللي قابلتنا في نقابه الاطباء، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نعمل المساعدات والبروجكت للمعادلين، لان هم كلهم قال لك ازاي احنا نعمل مساعدات لطلبه لسه مش اطباء، هم لسه مش مسؤولين مننا. فانا قلت لهم يا جماعه دولت مش مسؤولين مننا، بس كمان من 3 ل 6 شهور هيبقوا مسؤولين مننا، هيبقوا اطباء زينا بالظبط. فازاي انا ما ساعدوش عشان يبقى داخل المستشفى عنده خبره ويكون، واحنا اصلا محتاجين دلوقتي دكاتره كتير في البلد، فبدل ما ياخد سنه او سنه ونص او سنتين في المعادله ياخد 3 شهور ويخلص. ودي كانت احد اكبر المشاكل. طيب ايه المساعدات اللي بنقدمها في النقابه؟ اولا انا بعمل حاجه اسمها الشبريكشتوندا دي بنعملها مره في الاسبوع، وفي ناس كتير منكم كانوا عندي فيها، سواء موجوده بالحضور الشخصي في النقابه او عن طريق الاونلاين عن طريق برنامج البيبكس. بنعملها الناس اللي لسه بدات ما بداتش المعادله، لسه في بلدها وبتفكر تيجي النمسا، او جت هنا وعندها اسئله كتير مش قادر اجاوبهم طبعا اونلاين، او مش قادر اجاوبهم على التليجرام او الواتساب. طبعا انا بستقبل الدكتور فيصل عارف الموضوع ده برضو، من سواء من عيانين او من الزملاء بستقبل رسائل مهوله على الواتساب وعلى الموبايل، ما بقدرش طبعا للاسف اجاوب على كل الاسئله، فبديلهم دايما مواعيد ان هم يجوا لنا في النقابه او اقابلهم اونلاين. بيبقى كل واحد عنده حوالي من 30 ل 60 دقيقه بنتكلم باستفاضه عن الموضوع، وبيطرح كل اسئلته وبجاوبه عليها، وابعت له كمان لينكات لكل الحاجات المطلوبه يعني. دي اول حاجه اللي شبريكشتون ده. تاني حاجه بنعمل حاجه اسمها فخش براخ تريننج. انت اول ما بتلاقي نفسك خلاص قربت تخلص المعادله وبتجهز نفسك للسي اينز والفخش براخ بريفونج، ممكن تشارك معانا في الفخش براخ تريننج دوت. احنا عاملينه لحوالي 12 طبيب، بنعمله مره كل شهرين من 3 ل 4 ساعات. بنعمل ايبونج او بنمارس بنوريكم الامتحان بتاع الفخش براخ بريفونج بيمشي ازاي تقدر تذاكر له. اديكم هاند اوت فالباي شبيله تبدا تذاكر مع نفسك في البيت. طيب يا دكتور انا مثلا الامتحان اللي هو الفخش براخ تريننج جاي مثلا في شهر مارس، وانا هخش في شهر فبراير، اعمل ايه؟ ممكن تسجل نفسك في الشبريكشتوند عندي، بتنورني في نقابه الاطباء لمده مثلا ساعه، وبعمل معاك التريننج سوسفات، ونعمل اعمل لك ايبونج وبديك برده الهاند اوت وبديك الانترلاجن وبديك كل حاجه، وبعرفك تذاكر ازاي وكلام من ده. الموضوع سهل جدا، هي الفكره بس ان انت ما تخافش، لان انت بتخش الامتحان دوت قدامك 2 دكاتره، وواحد شبراخ سبيشاليست وشانيك بيبقى دايما من الاوني دين او كده. الاثنين الدكاتره دول بيسالوك بقى، بيعملوك لو دخل عليك عيان مش عارف ايه بتعمل ايه كلام من ده. وفي جزء شريف ليك بقى اللي هو جزء الكتابه، يقول لك مثلا تكتب ارتكل، تكتب انتلاسوم سبريف عيان كان عندك في المستشفى وهيروح، تكتب له انتلاسوم سبريف او كده. الحاجات دي كلها بنعملها مع بعض ايبوم وكلام من ده. طيب ايه اللي بنقدمه تاني في النقابه؟ الكلام ده كله يا جماعه ما كانش، كل الكلام اللي انا حكيته ده ما كانش موجود قبل كده. قبل كده كنت بتيجي الدكتور فيصل يقول الكلام، يعرف الكلام ده، انت بتسمع بس من واحد عمل الامتحان قبلك، ما فيش حاجه اسمها انترلاجن. انترلاجن ان انت تذاكر منها او انكي وكلام من ده حلم يعني، ما كانش في حاجه اسمها كده. علاقتك بالنقابه معدومه، علاقتك بالميد اوني فين اغلبكم طبعا يعرف فراهودك وفراهودتس، ما بتتكلمش كتير، تقول لك محتاجه الورقه دي، محتاجه الختم ده، محتاجه مش عارف ايه، وانت تصرف بقى، فاهم؟ مفيش حد تساله تقول له ايه اللي ناقص، ايه اللي مش عارف ايه. انت ممكن تروح 4-5 مرات الجامعه عشان المره دي ناقص كذا، المره دي ناقص كذا، المره دي ناقص كذا. فطبعا احنا دلوقتي الحمد لله مع الوقت بدانا نعمل بلاتفورمز نحط فيها المعلومات ديت، ونعمل المساعدات دي من النقابه. طيب ايه تاني من بنعمله في النقابه؟ في حاجه تانيه اسمها نص ريفيت. النص ريفيت دوت يومين علميين من الساعة هيبقى في الغالب في الفترة الجاية هتبقى جمعة وسبت، دايما يومين كاملين بنقدم فيها للطلبة أو مش الطلبة، الدكاترة اللي هيبدأوا شغل في المستشفيات، بندربكم على الشغل في المستشفى في النمسا عامل ازاي.
لان ده كان بالنسبه لي او يعتبر كابوس. يعني انت تخيل انت بقالك في بلدك درست وما عملتش اي دراسه خالص في البلد وجاي على هنا على طول، وتخش لازم تعمل ناختينست وانت مسؤول عن ثلاثه ستاسيونن فيهم عيانين، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واللي عنده مش عارف ايه، وعيانه محتاجه سحب عينه دم. الفليجه جايه تقول لك يا دكتور لو سمحت انا مش عارف اعملها بلوت ابنورمال، تعالى اعمل لي بلوت ابنورمال، وانت ما عملتش بلوت ابنورمال في حياتك. احنا عندنا في مصر ما اعرفش في سوريا كان النظام ايه، انت بتقول للممرض اسحب هنا عين الدم، اعمل هنا اي كي جي، اعمل ده مش عارف ده تقيس الضغط ده تقيس السكر، وانت بس بتتكلم. احنا عندنا في مصر كان كده. صح. عمري ما عملت بلوت ابنورمال في مصر في حياتي، انا اتعلمته هنا. فتخيل بقى ان انا هبدا شغل في المستشفى، الطلبه النمساويين بيبقى عندهم حاجه اسمها كابيوت اللي هي كلينيشيس براكتيس سي ار، بيعملوا ايبونج للحاجات دي لمده سنه كامله. لكن انت بالنسبه لك ما عملتش الكلام ده في حياتك وهتبدا شغل في المستشفى. ففي للاسف الشديد حتى طلبه زمايلنا كان بعد اسبوعين ثلاثه في المستشفى بيتم رفضهم، لان يقول لك انت خطر على العيان، ما عندكش فكره عن اي حاجه. اه ماشي انت عندك تيوري طب في دماغك لكن مش عارف تطبقه. انت عيان مثلا تاكي كارد مش عارف اسم الدواء اللي بتدوله ازاي، الممرضه هتقول لها ادي لو سمحت بيزوبرولول، تقول لك ايه؟ ما عندناش حاجه اسمها بيزوبرولول، لانهم عندهم كونكوا في المستشفى. او عيان مثلا ضغطه 220 120 تقول لها ادي له اورابيديل، تقول لك نعم ما في عندناش حاجه اسمها اورابيديل اللي هو الفيكشتوف، احنا عندنا حاجه اسمها ابرانفيل مثلا. الكلام ده كله هنعلمه لكم في اليومين العلميين دول. طبعا كل الخدمات دي مجانيه. في اليومين العلميين دول بنعلمكم كمان الاي سي جي، وبنعلمكم الهايبرتنشن، بولمولوجي، نيفرولوجي. عاملين كورسين، كورس للخياطه، خياطه جراحيه، وكورس للبلوت ابنورمال. جايبين ارم كده وبتاع، وبتعمل ايبونج للبلوت ابنورمال، تجرب تركب بين فلون ازاي، تعمل البلوت ابنورمال باتر فلاي ازاي، الحاجات دي كلها. طبعا لما تجرب الحاجات دي ممكن تشارك في الكورس ده مره واثنين وثلاثه لو انت عندك وقت. الكورس ده بيتعمل مره كل ثلاث شهور، وانا برضو بكتب في الجروبات، والجروبات بتاعت الاتحاد الاطباء والصيادله العرب والجمعيه الطبيه المصريه، بنحط الحاجات دي كلها وبنحطها في الوقت اللي ممكن كلكم تسجلوا فيه ان شاء الله. طيب خلصنا. بس هي الكورسات بعد ما يسجلوا بالنخاع؟ لا لا لا، قبلها. قبل كمان؟ قبلها. ومن اول ما تبدا المعادله ممكن تشارك في الكورسات دي. وده اللي احنا بقول لك قدرنا نتوصل له، لان النقابه كانت رافضه انها تقدم الخدمات ديت لغير الاطباء. لانك انت اصلا غير طبيب، هتقدم لك خدمه ليه؟ مع ضغط الحمد لله ومع محاولات كثيره يعني قدرنا نوصل ان احنا يبقى في ميزانيه نصرف بيها على الحاجات ديت، لان الحاجات دي طبعا مكلفه جدا يعني. و دي الخدمات اللي هم الاساسيه. غير كده بقى انت خلاص خلصت المعادله خلاص وعملت الفاكش براك بريفوك، وعاوز بقى تسجل نفسك في نقابه الاطباء، او بمعنى اصح تسجل نفسك في الاكس ليست، يا تبقى عضو في نقابه الاطباء، عضو عامل بقى. محتاج ايه؟ الفاكش براك بريفوك كده كده، او لو انت جاي من المانيا مثلا وعملت الفاكش براك بريفوك تعفى منه. محتاج تسجل نفسك تجيب شتله اند جوب، يعني محتاج تقدم على بازس اوسبيدوم. احنا دلوقتي بنتكلم بقى عن الطالب اللي هو مخلص طب في بلده وما عملش فاكش اوسبيدوم خلاص، يعني طبيب عام مو اخصائي. طبيب عام. ايوه مش اخصائي طب عام، هو طبيب عام في بلده. طيب هل انا ممكن الاخصائي طب العام دوت اللي هي الاوسبيدوم ممكن اعمل لها برضه معادله هنا؟ لو انت كنت عاملها في بلدك، بس للاسف احنا ما عندناش حاجه اسمها فاك اتس او سبيد دونج للالجمان ميديسين، دي مش موجوده. انت بتخلص تطلع تبقى طبيب عام، فبتيجي هنا بتضطر تعمل الطب العام من جديد، وده اللي بقول لكم عليه بقى. طيب بقدم على الباس او سبيد دونج فين؟ طبعا اغلب الناس بيحبوا ينتظروا يقدموا في فيينا، ده انا ما بنصحش بيه. ليه؟ الانتظار في فيينا بيبقى من 10 شهور ل 15 شهر بعد ما تخلص المعادله. تقعد منتظر لمكان للباس او سبيد لونج من 10 شهور ل 15 شهر. هل بره فيينا الموضوع اقصر؟ بكتير. في اماكن في النمسا انت ممكن تبدا فيها بعد ثلاث اسابيع.
او اسبوعين كمان. في اماكن بيحتاجوا محتاجين ناس. انا انتظرت لان انا كنت مقيد بفيينا، عندي زوجتي واولادي واهل مراتي كلهم كانوا في فيينا، فاضطريت انتظر. لكن في كتير منكم موجودين هنا لوحدهم او لسه ما عندهمش ارتباطات، ممكن معاه زوجته بس زوجته مثلا ما بتشتغلش او كده، ما لهاش اهل هنا، فياخد بعضه ويطلع في اي حته. ومال انت تعمل الاوس فيديو من بره وبعد كده ترجع بالاوس فيديو وتشتغل بيه في اي حته. طيب الاوس فيديو هل ينفع اعمل بازس اوس فيديو اللي هم التسع شهور دولت اللي اي طبيب لازم يعملهم؟ هل التسع شهور دول ممكن اعملهم بره فيينا وارجع اكمل الاوس فيديو بتاعي في فيينا؟ اه ممكن، محتاج شويه ورق بس وبيروقراطيه وكلام من ده. طيب انا قدمت على الباس اوس فيديو ولقيت مكان سواء في فيينا او بره بالورقه بتاع الباس اوس فيديو ديت، مش بالورقه بقى بتاع الباس اوس فيديو، بالورقه القبول في المكان ده اللي هو تسوز عجل، مع ورقه الفخش براك بروف ان انت خلصتها، ورقه المعادله وكلام من ده. بيحتاجوا بقى منهم كمان يقول لك هات لي مش عارف من البلد اللي كنت شغال فيها او درست فيها زي اوكرانيا او كده، تجيب لي فيشو تشبيه زي ما بنقول بالمصري اللي هو ال لايمون ساينس، مش عارف اسمها بالسوري ايه، لا حكم عليه لا حكم عليه والحاجات دي. وفي ورقه برضو اسمها ايه اللي هي لو انت كنت اشتغلت في البلد اللي انت خلصت فيها البلد، بتجيب ورقه اللي هي جود ستاندنج، ايوه ساينس فروم جود ستاندنج او سيرتيفيكت اوف جود ستاندنج، اللي بتجيبها من النقابه اللي انت كنت شغال فيها، ان فيما معناه ان فلان ده اشتغل عندنا طبيب في البلد وما عملش مشاكل وما فيش عليه قضايا مش عارف ايه بتاع كلام من ده. ده بس بيجيبها الشخص اللي اشتغل في بلده بعد ما خلص دراسه. لكن لو انت خلصت وجيت على طول ما بتطلبش منك الورقه دي. ده طبعا هم في اذا انت مثلا انه مثلا اقامته مثلا بالبلد على حق، ما هو من مكتوب ان فلان ده اشتغل من فتره للفتره دي في البلد عندنا هنا وما عندوش مشاكل او ما عملش كذا كذا كذا. طبعا في ناس كتير ما بيقدروش يجيبوها، في اوس نام بتتعمل في النقابه لو انت مثلا البلد اللي انت فيها دي فيها حرب مش عارف ايه بتاع، بيتفهموا الموضوع يعني. يمكن انك يعني كنت مقيم 5 سنين او 6 سنين هون بالنمسا، مو مطلوب اعتقد كان الحكيم. في كل الناس اللي دلوقتي اللي انا اعرفهم يشتغلوا مثلا في مصر مثلا لمده مثلا 12 سنه لازم تطلب منهم، طالما انت كنت شغال هناك. لان يقول لك ايه، انت ممكن مثلا لا قدر الله مثلا تكون ايه عملت قضيه هناك، عملت موتت حد مش عارف ايه بتاع، او في فلان مثلا رفع عليك قضيه تمس الشرف او مش عارف ايه او كده، وانت عشان كده جاي تعمل هنا معادله عشان مش عارف تشتغل في بلدك، فاهم قصدي؟ فعشان كده لازم، الا زي ما قلت في مثلا في البلد دي حرب ومش عارف ايه كلام من ده. طيب خلاص انا قدمت على الاحس ليستا، بيجي لك بقى الاتس اوس بايس ان انت عضو في نقابه الاطباء سواء فيينا او اوبا اسرائيل او نيدا اسرائيل او او او, أو, أو. وتبدا بقى ايه رحله الشغل ورحله الكفاح، 9 شهور للباز او سبيدلو، وبعدين بعد كده تبدا يا اما الجماعي ميديسين يا اما فاكس او سبيدلو. الالجماعي ميديسين بقى دلوقتي اصلا في قانون بقى له حوالي من اول 2023 نزل القانون دوت، تم التصديق عليه في شهر 8 في البرلمان النمساوي، ان الالجماعي ميديسين بقت هي كمان فاكس، يعني بقى لما تخلص دلوقتي الالجماعي ميديسين هيبقى اسمك فاكس في الالجماعي ميديسين. وهيتم رفع سنوات الدراسه للالجماعي ميديسين من 3 سنوات زي ما هي دلوقتي لغايه 2030 هتبقى 5 سنوات. من بعد ولا لا لحد كل حوالي سنه هيزودوها 3 شهور لغايه ما توصل ل 2030 هتبقى 5 سنوات زي بالظبط الفخ اتس او سبيد لونج الثانيه. طب هيزودوا ازاي؟ اللي هيزيد بس اللي هم الليير براكسس، اللي هم دلوقتي في الالجماعي ميديسين او سبيلدونج محتاج 6 شهور تعملهم دراسه، مش دراسه، شغل في عياده قبل ما تبدا الشغل. الـ6 شهور دولت هيبداوا يزيدوا يبقوا 9 شهور، 12 شهر 15 شهر 18 شهر لغايه ما توصل ل 24 شهر اللي البراكسس اشتغلهم في عياده، ودي ممتازه جدا طبعا. لان هو الالجماعي ميديسين اهم حاجه عنده ان هو يشتغل في عياده، شغل العياده مختلف تماما عن شغل المستشفى. طيب انا خلصنا كده الاوس بيلدو وخلصنا المعادله، هل انا كطبيب هنا في النمسا مثلا طبيب جراحه يقول لك انا مش عاوز اعمل الناين مونات بس الاوس بيلدو ديت، انا عاوز ابدا على طول شغل، نصيحه مني 9 شهور دولت حاول على قد ما تقدر انك تعملهم، حتى لو انت خلصت وهتبدا على طول شغل
انت محتاج ال9 شهور دول اصلا عشان تتعلم المعامله مع الناس في المستشفى، تعلم المعامله مع البليجر، مع كرانكين شيستر، مع الاوبا اتست. ليه؟ لانك اول ما تبدا شغل كفخ اتست انت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن عيانين. مش هينفع ساعتها تسال فلان الفلاني مثلا تقول له يا دكتور اعمل ايه هنا او مش اعمل ايه هنا، انت زيك زي. فتستغل ال9 شهور دولت، حتى لو انت جالك منهم بفريون انت ممكن تستغنى عنهم، انصحك انك تعملهم برضه. انا عن نفسي عملت بعد الدراسه في مصر سنه تورنوس، او عندنا في مصر بنقول عليه اللي هو الامتياز. كنت ممكن السنه دي اعمل لها عمل كينون في الجامعه في النقابه، واعمل الاجمال السين اوسبيلو من غير ال9 شهور بس اوسبيلو. بس انا رفضت. ليه؟ انا محتاج اصلا دراسه في الجامعه، محتاج ان انا في مش في الجامعه في المستشفى، محتاج شغل، محتاج اتعامل واتعلم لغه واتعلم كلام من ده. فانا ما انصحش حد الصراحه ان هو يعمل لنفسه بتراين منهم، بالعكس ده مهمين جدا وبتقبض فيهم مرتب طبيب. يعني انت بتقبض منهم مرتب طبيب في الاول. الطبيب الامتياز بياخد مثلا نقول مثلا لو اشتغلت مثلا 180 200 ساعه في الشهر مع 4 5 نبطشيات ممكن مرتبك مثلا يوصل ل 3500 نتو. ممكن لو عملت نبطشيات اكتر من كده يوصل ل 4500 لو عملت مثلا 10 نبطشيات في الشهر. ودي بتحصل يعني في بعض الاقسام بتضطر تعمل نبطشيات كتير. فمرتب كويس وبتشتغل وبتتعلم، فليه لا؟ دي نصيحه مني يعني. طيب لا طبعا، لا مش شرط. دي طبعا سؤال مهم جدا برضو، ان الاوس فيلد عامه في النمسا هنا فيها تايل سات وفول سات. انت مثلا لو هتعمل مثلا 20 ساعه الاوس فيلد تايل سات 20 ساعه بس مش 40، ال9 شهور دول هيبقوا 18، وال5 سنين من فقط اوس فيلد هيبقوا 10، وهتفضل شغال 20 ساعه لمده 10 سنوات. يعني هي الفكره مساله وقت مش اكتر. في كتير بيعملوا كده طبعا، وخصوصا السيدات. يعني الزميلات عندنا زميلات كتير في المستشفى بيعملوها تايل سات، بس بتبقى مش مرغوبه قوي من البريمار. صعب انك تلاقي شتله كتايل سات، لان بيبقى دايما محتاج ان اللي شغال عنده يبقى فول سات موجود كل يوم، لكن ما يبقاش يومين بس في الاسبوع ويعمل نبطشتين بس في الشهر. لا، هو عاوز مش نبطشيتين، هو عاوز مثلا 5 نبطشيات على الاقل، ومحتاج على الاقل 5 ايام في الاسبوع حضور. الاغلب بيبقى كده، بس طبعا في بعض الاماكن يقول لك يعني 20 ساعة أحسن ما فيش يعني. بس فده كده كان مختصر عن موضوع المعادلة. ممكن نعمل فصل بسيط للأسئلة مثلا، لو في أي أسئلة عندكم أو في أسئلة جت على الفيسبوك ممكن نجاوب عليها، وبعدين نخش بعد كده على موضوع النقابة. هلا بالنسبة للسؤال حكيت الدكتور على عمتو، بالنسبة للأسئلة اللي بتنسأل انه في تايل سايت وفي فول سايت. بالنسبه لل سوريا نحن كان عندنا اللي بسجل بنقابه الاطباء او كان مثلا عم يشتغل مجال الاقامه ممنوع يشتغل شغل ثاني مثلا بعياده او مثلا يفتح عمل خاص، هل هذا مسموح ولا ممنوع؟ سؤال جميل جدا جدا. يعني لا اخذ تايل سايت مثلا يشتغل بعياده لا يقوي حاله لا يزيد راتبه ولا بالنسبه كتورنوس ارست هنا في النمسا ممنوع منعا باتا تشتغل خارج نطاق المستشفى اللي انت شغال فيه. الحاله الوحيده اللي سمحوا بيها الموضوع ده في وقت الكورونا كان مسموح انك تروح تعمل انفينستا، كان مسموح انك تروح تشتغل في عياده. طبعا انت ممكن تروح تشتغل في عياده كزي ما يقول كده زي جاست ارست، لكن بعقد ممنوع. هل ممكن اعمل حاجه اسمها نيبل بشيفتيجونج؟ نيبن بشيفتيجونج مسموح بيها في المستشفيات النمساويه للفخ اكستا، اما تكون انت او الجماني ميديسينا لما يكون انت يحق ليك الشغل كسيلف شتيلج ارست، ان انت طبيب له حق ممارسه المهنه بصفته بدون رقابه من طبيب تاني. لكن انت طول ما انت اسيستنس ارست او تورنوس ارست في المستشفى، يعني في طول فتره الالجماني ميديسين او طول فتره الفخ ارتس او سبيلدونج انت اسيستنس ارتس، غير مسموح ليك بممارسه المهنه بمفردك. لازم تكون حتى لو انت في نبطشيه مثلا في النخ تينز، ما ينفعش تبقى انت لوحدك في النخ تينز، لازم معاك اوبا ارتس.
لازم معاك فقط، لازم معاك الجماي ميديسينا متيوس براكتيكاندي لو انت مثلا في نطفه الامبولانس او كده، لكن مش مسموح للاسف الشغل خارج المستشفى الا في وقت البانديمي بقى، وطبعا وقت البانديمي انتهى في نهايه شهر 6 اللي فات. سؤال دكتور احمد، بالنسبه لموضوع المعادله والاستشفاء والانجاز، على اسوء الفروض مثلا نفترض انه اخذت الامتحان وما نجحت، مثلا نجحت في 4 مواد فبالتالي مضطر تجيب ال10 كلهم، من تجربتكم شنو اطول مده بيضلوا الناس في الجامعه لحد ما يخلصوا المعادله؟ سؤال مهم جدا، واللي ما سمعش السؤال، ايه اقصى وقت ياخده الطبيب محتاج المعادله قد ايه؟ في أسوأ الظروف اللي هو دخلت اللي شيك بروفن تيست وما نجحتش غير في 4 مواد، فانت محتاج تعيد ال10 مواد كلهم بالاضافه للفارما والجريكس ميديتسين والبالفا. انت كده كده محتاج طبعا في أسوأ الظروف. اقول لك مثلا لو انت هتخش مثلا كل امتحان السي بي والسيب فيم في 4 مرات ومره كوميسيون ومش عارف ايه، انت ممكن تاخد حوالي 2 سنين من اول ما تبدا دراستك كطبيب، مش طبيب، كستودنت في الجامعه لغايه ما تخلص ممكن تاخد حوالي 2 سنين. اقل مده لو انت خلصت ال10 مواد ممكن من خلال 3 4 شهور تكون مخلص المعادله. انت بس محتاج الفارما والجريكس ميديسين والفالفاخ. طيب والفالفاخ ده عباره عن ايه؟ لو حد فيكم عمل حاجه اسمها تيزيس مثلا او دبلوم اربايت او كده في الجامعه بتاعته، بيقدمها مع الانتراك بتاع المعادله وبيتم الاعتراف بيها، او ممكن مثلا ممكن ماجستير او رساله او اي حاجه بتقدمها مع الانتراك بتاع المعادله يتم الاعتراف بيها كدبلوم اربايت، فما بتحتاجش ان انت تعمل الفالفاخ دي خالص. طب ايه الفالفاخ دي؟ الفالفاخ دي عباره عن هنا تعتبر حاجه زي سيمينار كده بتحضره جروب من ابات، ممكن بيتوقف على الحضور بتاعه مثلا من اسبوع لغايه 4 شهور، ممكن يا اما مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، مرتين في الشهر، مره في الشهر، وفي نهايه الموضوع بيبقى في جروب من ابات بتتكلم مع الدكتور اللي معاك وبيمضي لك على الورقه ان انت عملت الفالفا. ده ما فيهوش يعني مذاكره او بتاع او كده، مجرد مساله حضور مش اكتر من كده. ولو انت عاوز تكتب بقى دبلوم ابات دي حاجه ثانيه، زي ما انا عملت ايامها مثلا، ما كنتش اعرف ايامها مثلا ان في حاجه اسمها بالفاخ اصلا، فكتبت الدبلوم اربايت، كانت عامله زي رساله من حوالي 80 صفحه وقعدت اكتب فيها بتاع 8 شهور. دي مثلا كانت يعني من مساوئ ان ما فيش حد قال لي ان في حاجه اسمها بالفاخ، لكن طبعا بالفاخ دي اسهل كتير يعني والكل بيعملها دلوقتي. سؤال دكتور احمد، بالنسبه بعد ما نعمل البيتس فاي ونقدم على فحص الفخ شو بالاخير؟ بالنسبه للسي اينز، سي اينز الجيماين ولا ودار سي اينز ميديسين؟ وشو ممكن الاثنين اللي هو الجيماين الميديسين لوحده ما بينفعش، وما ينفعش كمان الشريك ليك بس، وما ينفعش المين ليك بس. وفي ناس كتير بيسالوا طب انا عملت الكورس ينفع اقدم بس ورقه الكورس؟ لا، لازم تعمل امتحان السي اينز. بالنسبه للكتب الطبيه المكتوبه للامتحان غير موضوع الانتي واسئلته والملخصات الموجوده عنه بالنسبه للسي اينز ولا بالنسبه لامتحان المعادله؟ اها، شو في كتب طبيه ممكن يعني الواحد مثلا؟ مفيش، اصل بص الكتب الطبيه كمراجع في الاف المراجع، واخد بالك؟ محدش هيقدر ينصحك، طلبه الطب نفسهم في النمسا بيذاكروا من الانكي، واخد بالك؟ يعني الانكي ده اصلا معمول نعمل. مش لل نعمل يعني مش معمول بس ليكوا كمعادلين، الانكي بيدرسوا منه طلبه الطب نفسهم مع الامبوس. والانبوس دلوقتي طبعا انتوا عارفين في معمول، لو انت اول ما بتبدا شغل بتبدا دراسه في الجامعه بيديك تخفيض على الاشتراك، بتخش بالايميل بتاع الجامعه وبتاخد تخفيض بيعتبر رخيص جدا يعني. فالانبوس طبعا ده ممتاز جدا، بس الانكي والانبوس ده اللي الكل بيذاكر منه. بالنسبه كمان الاسئله بتنسال انه مثلا بالمانيا في عندهم شو اسمه البيتفاي او شو اسمه سي اينز ميديسين، سي اينز ميديسين للاسف هل يقبل ولا لا؟ ده اللي بقول لك عليه بقى، للاسف الشديد ده برضه بيختلف من مكان لمكان. لا، بنصح دايما الناس اللي عندهم كده تبعت ايميل للعكس اكاديمي، تخش على جوجل اكتب عكس اكاديمي فاكش براك بروفونج، لان هو الفاكش السي اينز ده متطلب من متطلبات الفاكش براك بروفونج، تبعت لها تقول لها لو سمحت انا عملت الشهاده دي، هل دي معترف بيها؟ تقول لك اه خلاص. لا مش معترف بيها، لا ده اسهل حاجه.
لان زي ما قلت لك بيختلف من مكان لمكان، بيختلف من انستيتوت لانستيتوت، بيختلف من جامعه لجامعه. المانيا في الغالب بيعترف بيه، في الغالب بنسبه كبيره بيعترف بيه، بس المفروض ان هو يكون الجمان مش ميديتسين. سمعت ان في بعض الاوس نامن زي ما قلت برضو، بس تبقى سيلتن ان بعض الحاجات بتختلف من فرد التاني. بس دي للاسف ما الناس سيطر عليها، بتحصل من بتحصل على طول يعني. هو بيتأثر مثلا انه هل في شو اسمه مثلا هو عندنا مثلا الـ OIF والـ OST الـ OIF الـ OST اذا من المانيا كمان هل في مثلا في لسه في لسه بالـ 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 بالحاجات المعترف بيها جوتا مثلا جوتا انستيتوت معترف بيه، في لسه كده بالاسماء المعترف بيها، ممكن برضه بحطها لكم ان شاء الله على الجروب. بس زي ما قلت لكم في اسوأ الظروف ايميل بيترد عليه في خلال يومين من الـ من الـ من نقابة الأطباء، مش من نقابة الأطباء بقى، من اللي اسمها الأعتس أكاديمية، دي المسؤولة عن الامتحانات بجميع أنواعها، مش بس الفخ شفراك بريوفونج، مسؤولة عن الألجمان ميديسين بريوفونج، عن الفخ أعتس بريوفونج بعد ما تخلص الأوس بيلدونج، مسؤولة عن كل أنواع الامتحانات بتاعة الدكاترة. تبعت لهم إيميل وبيردوا عليك على طول خلال يوم أو يومين إن شاء الله. كمان عم يسألهم بالنسبة للبفرايم من الفخ شفراك بريوفونج. دي طبعا نقطة مهمة جدا جدا، شكرا دكتور فيصل. الفاكش براخ بريوفونج اللي بفرايمه منه في نقطة مهمة جدا جدا، لو انت تعمل بفرايمه الفاكش براخ بريوفونج فتعمله قبل ما تخش الفاكش براخ بريوفونج، دي مهمة جدا لان بتعدي على ناس كتير، يخش الامتحان مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وفي خلال الاربع خمس مرات دول مش عارف ينجح، وبعد ما يخلص الخمس مرات يجي في نهاية المدة يقولك اه ده انا بقالي دلوقتي ثلاث سنين شغال، فقدم بقى على البفرايمك يقول لك لا تعالى بقى انت دخلت امتحان خمس مرات ما نجحتش، اديك اديك بفرايمك ازاي يعني؟ ما ينفعش نفسيا حتى النقابه تقول لك لا الموضوع فيه حاجه، فساعتها بيتعرضك بيعمل لك امتحان خاص، بيجيب لك واحده سبيشاليست من عن الشفراخه تتكلم معاك في لقاء وهي بقى اللي بتقرر من اللغه بتاعتك والكوميونيكاسيون سبيكات بتاعتك، مالهاش علاقه بالطب بقى الموضوع خالص، اذا كنت ينفع فعلا تاخد بفرايم ولا لا. وساعات كتير بيكون بقى الشخص ده بقاله اربع وخمس سنين شغال في مكان يديله بفرايم وما بياخدش بفرايم ولازم يعمل امتحان. فدي الحاجه. طيب هل ليها متطلبات؟ لازم يكون على الاقل ثلاث سنين، يا اما عامل اوس بيلدونج لمده ثلاث سنوات في مكان معين، مثلا في المانيا عملت مثلا هناك في انتظاري للمعادله عملت فليجا شولة، عملت ريتم سانيتيتا كوس لمدة ست شهور وبعدها اشتغلت 40 ساعة في الأسبوع كريتم سانيتيتا مثلا لمدة ثلاث سنين في مكان معين. يعني الساعات أهم مهمة. حاجة ساعات مهمة كمان، ساعات مهمة جدا، لازم فول سات، يعني لو اشتغلت 30 ساعة بس في الأسبوع في الغالب لا يعترف بيها، لازم تكون فول سات. في ناس كتير بيقعدوا ثلاث سنين شغالين 20 ساعة ويجي في الاخر بعد ثلاث سنين يجي يقدم عليه يقول له لا انت اسف جدا انت اشتغلت ثلاث ساعات لازم تعمل الامتحان. فديت الحالات اللي ممكن يعملوا فيها البفرايم. فهي في تيب كده صغيره، لو انت تعمل بفرايم تعمله قبل ما تخش الامتحان اصلا، ولو هتعمل بفرايم اللي انت مثلا فاضل لك 8 شهور ولا بتاع شغالهم من 8 شهور في اي مكان، عياده، معمل، مستشفى، كجاست ارتست، انت ممكن على فكره ممكن تشتغل في مكان من غير ما تاخد مرتب بس شغال. يعني شغال بالجاست ارتس شغال مثلا 40 ساعه، الجاست ارتس عندنا هنا مثلا في الاكاها بيشتغل بدون مقابل، اغلبهم بيجيين منح دراسيه من بلدهم وكده وبيشتغل بدون مقابل، وفي كتير منهم بيشتغلوا 40 ساعه وبيعملوا نبطشيات وبيعملوا كل حاجه، ده مسموح له ان هو يشتغل في البلد من غير معادله مثلا. لا الاكاها بس هي دايما الاكاها ليها خصوصيه كده مختلفه عن اي حد تاني. اسال عن موضوع الهوسبيتاسيون، انه في مثلا امكان يكون واحد مثلا يعني سؤال برضه مهم جدا جدا، البراكتيكوم او الهوسبيتاسيون في خلال المعادله، قبل المعادله ما تبدا قبل ما تاخد الاستودنت اوس بيس بتاعت الجامعه، انت من حقك ان انت تشتغل كجاست ارتست، لكن مش حقك صعب انك تعمل هوسبيتاسيون لانك لسه مش طالب. هوسبيتاسيون براكتيكوم فامولاتور مش عارف ايه كلام من ده، في الغالب لازم بتقبل اس بندو لما يبقى معاك الاستودنت اوس باس، من حقك ساعتها انك تعمل فامولاتور او براكتيكوم او كده في اي جامعه انت عاوزها.
ودي طبعا بننصح بيها لانها بتفيد في تقويه اللغه وفي العلاقه مع الدكاتره والعيانين، وبتسمع كتير وكده، فده بيساعدك برضو بعد كده في الامتحانات، خصوصا السي اينز وباخش براك بريفوم وكده. هلا من الاسئله كمان، في شيء اسمه الارث كاما وفي شيء اسمه ارث كاما اكاديمي. الارث اكاديمي طبعا. هلا طبعا في حاجه دي بقى، ممكن لو ما فيش اي اسئله ثانيه ممكن بقى نبدا نتكلم بسرعه كده مقتطفات عن النقابه. في سؤال على مدة التعديل، هي بتفرصد إلى وقت محدد؟ أيوة، أول ما بيجي لك الجواب اللي بعد ما بتخلص الشيك بروبن تيست بيجي لك جواب أنت عندك مواد معينة، المادة دي والمادة دي والمادة دي، في الغالب بيديك حوالي 3 سمستر لكل مادة تقريبا. يعني مثلا لو أنت عندك 6 مواد هتعملهم بيديك مثلا حوالي سنة ونص سنتين، تبقى فترة كافية جدا جدا. زمان كانت اول مواد يعني اذا كنت شايل مثلا 12 ماده كان مكتوب. انا عندي كان مديني 3 سنين. 3 سنين تمام. وسؤال ثاني لو سمحت، لو ما خلصتش المواد في خلال الفتره من حقك، بس لازم تكون في خلال الفتره، ما ينفعش بعد ما الفتره تخلص، خلي بالك. تقدم قبلها مثلا باربع شهور، لقيت نفسك فاضل 4 شهور بس ومش هتلحق. مفيش مشكله، بتقدم ايميل، تواصل معايا، بتقدم ايميل اقول لك الايميل دي كتب ازاي، وتكتب فيه السبب وبيتم مد الفقره عليه خالص. على فكره هي كثير مهمه النقطه، لانه في زملاء يعني كذا زميل فقدوا ال إيه اسالت انا عشان طيب تنفذوا، لانه هي السؤال الثاني لو سمحت، شو هي مسؤوليات الطبيب اللي عم يعمل بزقه؟ بتعمل كل حاجه، هو مطلوب بايده يعمل كل شيء، كل حاجه، بلود ابنامه، اي كي جي. طبعا انت مش انت قانونيا الطبيب المفروض ما يعملش بلود ابنام، المفروض ما يعملش اي كي جي، المفروض الكليجا هم اللي يعملوا الكلام ده، ده قانون اللي هو باراجراف 15 في الارتس في الارتس جيزيتس هنا في النمسا، المفروض ديت ديليجيا بارا فيه كاتن او لا يسمى، انت المفروض انت تقول للفلانه دي اعملي بلود ابنام تعمله. بس في حالات في المستشفى زي ما قلت لك الكليجا تيجي تعمل بلود ابنام مش عارفه العيان ما عندوش فينا او كده، او في نطفه مثلا وانت لازم تعمل اي كي جي، او عيان مات مثلا وانت وظيفتك انك تعمل توت فيس شتالونج، فانت لازم تعمل الاي كي جي بنفسك، واخد بالك؟ فدي تعمل كل حاجه. في حال مثلا طبيب بده يبلش وزق اوف بيلدونج واحتاج لتدريب بالنسبه لهي المواضيع، بس تجي لنا في النقابه وبتسجل عندنا في النص ريفيت ده. اوكي، قصدي انا اذا في حال بده يبلش قبل المواعيد اللي انت حاطينها. لا تعمل بقى براكتيكوم او كده في مستشفى زي ما الزميل قال، وبتشوف بقى الحاجات دي بعينيك. طيب هل انا لو خلصت المعادله وتعديت فتره السماح بتاعه المواد ودخلت الامتحانات اكتر من مره وسقطت فيها والمعادله باظت زي ما بنقول كده، ايش هفسني كي شافت، ايه الحل؟ تواصل معانا برضو وبتقدم في جامعه ثانيه غير جامعه فيينا، او انت عندك 3 جامعات يعني من حقك انك تقدم على المعادله 3 مرات في النمسا، ده كتير ما يعرفوش الكلام ده، ليها مدخل كده بس بتتحل. يعني في برضو حاجه مهمه جدا ودي بقولها كتير على الجروبات، الاست Anlauf Stelle für im Ausland erworbene Qualifikationen، دي عبارة عن أورجانيزاسيون تبع النمسا عاملينها لكل اللي عاوز يعمل معادلة في جميع المناحي مش بس في الطب. الناس دول بيساعدوا وبيدوا وجود شاينة وبيساعدك تعمل كورسات لغة وبيساعدك تترجم الورق بتاعك، بياخدوا الورق بتاعك يترجمه لك ببلاش ويرجعه لك، بيوصلوك بالآي إم إس وبيساعدوك تعمل تحصل على شغل واهم حاجه بقى كمان، ودي اللي انا ما اقدرش اعملها لان انا مش خبير في الموضوع ده، لو جالك رفض مثلا المعادله باي سبب من الاسباب بيساعدوك تكتب تشريع ده، يعني كانهم بيعملوا شغل محامي معاك. في مشكله مثلا رفض جالك يقول لك لا تعالى، ويكتبوا معاك الرفض ويبعتوه مكانك وممكن لو محتاج محامي يساعدوك توصل لمحامي وكلام من ده. اسس انلوف شتله في اوسلاند ايفوابن كواليفيكاسيونن، اللي عاوز يعرف يبعت لي بس رساله وانا ابعت له اللينك بتاعتهم على الجروبات. مش ماجستيرات، مش تبع في فيينا، وموجود في كل بوندسلاند، موجود في فيينا ونيدا اوسترايك وابا اوسترايك وكله، بس هم الاكتيف اكتر ناس في فيينا هنا. وانا ليا علاقه شخصيه بماجستير فانيك اللي هي مسؤوله عن المعادله هناك، يعني بنعمل مع بعض كورسات وبنعمل مع بعض انفو في انشتالتونجن وكده، فلو في اي مشكله ولا بتاع تواصلوا معايا وانا وصلت بيها على طول مباشره يعني ان شاء الله.
في أي أسئلة تانية؟ مثلا احنا جبنا كده عن كل حكيت بشكل مفصل بس في نقط انا مش عارف يعني اشرح عشان اللي حابين المستقبل يعني ان شاء الله انتم ما شاء الله على هو ما يعني تعرفت على الشباب اللي قعدت معهم بالمواصلات مرحله منيحه اللي هو مثلا سي ايز سامح الشباب التعدين احنا اول ما اجينا في ناس مثل ما حكينا قبل شوي هولتوا علينا وفي ناس فعلا شو اسمه مشون على الطريق الصحيح لان مثل ما حكى الدكتور احمد قبل شوي قاعدين هي اللي انتم لقيتوا هلا في ناس عم تورجيكم شلون الطريق اللي تمشون بدون ما لا تلفوا ولا يعني تواجهكم اي عقبات. الجميل بالامر انه في ناس كثير كمان مروا بتجارب والاجمل من هذا الشيء انه في ناس لسه متابعه بالامور اللي عم تتحدث يعني بديت هلا نحن يعني امور كثير انا عم بسمعها من الدكتور احمد كانت على زماننا مو موجوده يعني وغير مطلوبه لهيك هي فرصه كبيره انه مثلا كل فتره وفتره انتم تتموا على تواصل مع الدكتور احمد او معنا لانه نحن دائما اي شيء كمان عم يصير نحن عم ننزله مشان ما تاخذوا كمان معلومه غلط يعني انا هلا شخصيا يعني انا كان في ناس يسالوني على هذا الموضوع كنت جاوب غير الاجوبه اللي حكاها الدكتور احمد طبعا الموضوع بيتغير كل فتره وفي حاجه جديده بتطلع وفي مشاكل بتظهر مع الوقت يعني في مشاكل الناس بتتعرض لها لاول مره نعم واخد بالك فهي واحنا ان شاء الله يكون لنا لقاءات دوريه كل فتره باذن الله بحيث ان احنا نفضل على تواصل باذن الله وعشان نعرفكم برضو بالمساعدات اللي بنعملها وكده وانا موجود على جميع جروبات مع دكتور فيصل ومعانا برضو على الفيسبوك في جميع الجروبات موجودين سواء هنعمل ان شاء الله لقاءات هنا برضو كل فتره ان شاء الله ومع الجمعيه الطبيه المصريه برضو عملنا لقاء قبل كده وهنكرره فهتشوفوا هتلاقوا نفسكم مثلا كل شهر كل شهرين هنتقابل مره او مرتين وتسمعوا الكلام ده كتير وكده وانا دايما لما بيجي اي مشروع جديد او بروجكت كتير او جديد او كده بحطه برضو على صفحات الاتحاد بحس ان احنا ان انتوا تقدروا تسجلوا فيه على طول وكده باذن الله ولو في مره مثلا مشاكل حصلت في التسجيل او كده طب التسجيل بيجي ازاي صحيح عندنا سكرتيره اسمها فروبتشكا السكرتيره دي مسؤوله عن تسجيل في كل حاجه تبعت لها بس قول لها انا عاوز اسجل في الاشبريكشتون مع دكتور الجندي سواء بريزنس يعني بحضور شخصي او اونلاين عاوز اسجل في الفخش فرق تريننج المره الجايه مثلا في شهر كذا او كذا تواصل معايا قبلها مثلا قول لي الميعاد الجاي امتى يا دكتور اسجل فيه ازاي اقول لك ابعت السكرتيره الفلانيه وبعتذر لو حد فيكم مثلا بعت رساله مره او كده وما قدرتش ارد عليه بصفه شخصيه لان هي بتبقى صراحه الضغط بالكبير يعني لا انا بصراحه في يعني بتصير كثير معي بتصير مع الدكتور احمد بتصير مع ناس كثير بيزعل الشباب يعني زملائنا رفقاتنا بيتصلوا كذا يعني الموضوع محتاج لتقدير شوي لانه فعلا هو الدكتور احمد ما بقصر ولا حدا بظن منكم حتى بالمستقبل لا ولا حدا منكم كان بسوريا او بمجال عمله بيقصر هي طبيعتنا انه نحاول نساعد من كان حدا اتصل فينا وين بس بظروف العمل بالنسبه للدكتور احمد تحديدا يعني لازم يعني لياخذ المعلومه الصح وتنظيم الوقت له ولقلكم يتواصل مع السكرتيره بالظبط كده عشان كده هي حتى يعني انت حتى لو سالتني تقول لي يا دكتور انا عاوز اعمل معاك ميعاد شخصي انا ما اعرفش فعلا مواعيدي ايه في النقابه هي السكرتيره اللي عندها الطفله وبتسجل كل حاجه عشان كده ببعتكم دايما في بعض الناس يقول لك يا دكتور طب ما تعمل لي انت الميعاد على طول اقول لك والله ما اقدرش يعني لان ما اعرفش فعلا الميعاد الجاي فاضي امتى واخد بالك فان شاء الله باذن الله في ايام محدده دكتور انت ولا دايما بتبقى يوم ثلاث او الاربع على وعلى حسب الساعه دايما من الساعه 4 للساعه 7 مساء وفي ساعات يوم الاربع بتبقى من الساعه 9 الصبح للساعه 12 الظهر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كده كان احنا خلصنا كده الكلام عن المعادله نتكلم بس مقتطف قصير جدا عن النقابه مش هاخد من وقتكم كتير احنا ممكن بعد كده نعمل ان شاء الله يوم تاني بقى باذن الله مش ندعو فيه بس المعادلين لكن ندعو فيه بجد يعني جميع الاطباء العرب لان الموضوع ده لازم بجد الناس كلها تعرفه ان احنا لازم يكون لنا تواجد سياسي في النقابات في نقابه الاطباء. التواجد السياسي ليه؟ عشان يبقى لنا صوت ويبقى لنا لو عاوزين نغير حاجه لو عاوزين نسمع صوتنا لو حد فينا عنده مشكله يبقى له صوت زي موضوع غزه مثلا اللي فات دوت ما قدرناش نعمل حاجه في النقابه لان ملناش صوت فوق انا تحت مفيش صوت فوق انت ممكن تكلم حد مثلا تقول له احنا عاوزين موقف من نقابه الاطباء محدش هيسمعك لانك صوتك قليل
وده اللي احنا عاوزين نغيره في الفقره الجايه ان شاء الله. نقابه الاطباء عباره عن نقابه رئيسيه، نقابه في النمسا، نقابه الاطباء النمساويه اوسترايشي ارتس كامر، وفي نقابات الفرعيه في فيينا وفي جميع البوندز ليندر. انا طبعا عضو في فراكسيون اسمه فيا ارتستينن. الفراكسيون دوت اون ابهنج، يعني ملوش اي علاقات سياسيه باي احزاب سياسيه هنا، زي بلادنا برضو هنا الاحزاب السياسيه المختلفه بيكون ليها احزاب نقابيه. يعني مثلا عندنا مثلا حزب البعث، حزب الوطن الديمقراطي في مصر ايام ما كان موجود، حزب مصر الحره، مش عارف ايه بتاع، بتلاقيهم ليهم احزاب صغيره كده بيدخلوها برضو في النقابات عشان يبقى لهم ايه سيطره على النقابات. هنا نفس النظام، حزب الاس بي اي والاف او بي والاف بي اي والجرونن عندهم برضو احزاب داخله جوه النقابه. احنا الفراكسيون بتاعتي اللي انا فيها اسمها بي اكسينن اون ابينج، ما لهمش اي علاقه باي الوان سياسيه. وده اللي لازم يحصل، ان يكون للعرب كلهم بعد كده ان شاء الله فراكسيون باسمهم غير ملونه، ملهاش اي علاقات سياسيه، تخش الانتخابات الجايه. احنا عددنا كبير، ممكن نغير حاجات كتير. طيب اللي الدكتور فيصل قال عليه اللي هو الاقص اكاديمي، الاقص اكاديمي دي جزء من نقابه الاطباء النمساويه، يعني لا تندرج تحت نقابه اطباء فيينا اللي انا فيها. نقابه اطباء فيينا ديت ليها ريفراته، الريفراته ديت زي ابتايلو من كده، منها قسم اللي هو قسم الاوسلاند والانترناسيونال بتيونجن اللي انا فيه نائب رئيس، واللي انا مسؤول فيه عن المعادله وعن المجهودات اللي بنعملها للمعادلين. دوت جزء من نقابه اطباء فيينا. ازاي نخش الانتخابات وكلام من ده، لازم يكون عندنا فراكسيون، لازم يكون عندنا تنظيم، لازم والموضوع سهل جدا جدا، محتاج بس عدد وتجمع وايد واحده، وان احنا لما نيجي نخش الانتخابات. يعني انا مثلا الفتره الانتخابات اللي فاتت كانت في 2023 اول 2022، ايامها برضو كان دكتور حاتم كوجا كان هنا وعمل مع التراكسيون بتاعنا هنا لقاء وجمعنا اصوات، وفي اصوات منكم من الجمعيه المصريه ومن غير الجمعيات ادونا اصواتهم ايامها، وده اللي وصلني ساعتها للموقف اللي انا فيه، مع انه موقف صغير وما كانش المشاركه كبيره، بس ده اللي وصلني اللي انا فيه دلوقتي. احنا ممكن بعد كده ما يبقى لنا صوتنا اكبر، ما يبقاش مثلا احمد الجندي بس، يبقى احمد وفيصل ومحمد وخالد وابراهيم وسليم، ويبقى كلنا لينا موقع ان شاء الله في نقابه الاطباء. هنظبط ان شاء الله ممكن مع دكتور فيصل في خلال الفتره الجايه حاجه بعد الاجازات باذن الله، نعمل كده يوم باذن الله يكون بس يكون اكبر بقى باذن الله، يكون فيه تواجد اكبر وكده، ونتكلم فيه في الموضوع ده بالتفصيل، لان ممكن نتكلم في الموضوع ده ساعات. يعني موضوع النقابه ده بجد يعني موضوع كبير جدا ومهم جدا جدا طبعا. يعني هي الخطوه النهائيه. هلا انا سبقتكم بهذا المشوار، يعني دكتور احمد يعني التعب هذا اللي عملته بقول لكم اخر خطوه هي بدنا نوصل لها، هي النقابه. ايوه النقابه مثل ما حكى الدكتور احمد، نحن هلا بين 300 ل 400 طبيب عربي اللي بنعرف بعض متواصلين مع بعض، يعني نحن بهمنا انه ما نكون بس يعني شو اسمه جزء من النقابه، بهمنا انه نكون نحن شيء بالنقابه، حدا بالنقابه كده. كلمه بالنقابه ما بقاش بس انت بتدفع بس اثنين، يعني كلمه بسيطه كده، ان كل طبيب هنا بيشتغل في النمسا عضو في النقابه بيدفع اثنين 2.2% من البروتو جهالت بتاعه كما أم لاجر، خلاص؟ ده غير طبعا حاجة اسمها بولفر فونت بقى، اللي هي التأمين الفسيشرونج الإجباري اللي كل بيدفعه من 12 ل 14%، ده غيره تدفع 2.2% من البروتو بتاعه للنقابة، يعني حوالي 30 يورو في الشهر أو حاجة زي كده متوسط يعني. ديت اللي كل بيدفعها وخلاص وملوش اي علاقه بالنقابه، لكن انت ليك المفروض يبقى ليك معرفه بالنقابه تروح تنتخب وتنتخب حد يبقى له صوت باسمك يعني. وده اللي ان شاء الله بنحاول نتكلم فيه الانتخابات الجايه ان شاء الله في 2027، يكون لنا باذن الله حاجه اكبر من كده باذن الله في النقابه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يا سيدي في شيء اسئله ثانيه او لو في اي اسئله او اي حاجه حتى لو مش دلوقتي بالنسبه لل شو اسمه الفحص النقابي او فحص الفحص بروفونج او بالبرفراين
هن عادة بيتموا أو بيطلعوا من الأرث من الأرث أكاديمية بالضبط كده، وهي اللي بيجون مثل ما نحن كده صار معنا، بيجون مثل بيجي للدكتور، بيجي مثل بشايد بالضبط كده، بيجي لك بشايد مكتوب فيه إن أنت مش محتاج الفحش براخ تروفوك. هذا هي الورقة بياخدها على النقاب بالضبط، بتقدم بقى وانت بتسجل في الاعتس ليستا، بتقدم الورقة دي ان انت مش محتاج فحص النقاب. طبعا انت بقى لو انت مثلا عامل البفرايم دوت عشان انت عامل الفحش براخ بروفون في المانيا، او انت مثلا لو انت شغال هنا في النمسا مثلا في مكان اكتر من 3 سنوات فول سايت، بتجيب ورقة من المكان ده اسمها ابايس في شانيجونج او ابايس في شتيتيجونج، مكتوب عليها اهم حاجة ان فلان فلاني شغال عندنا من فترة كذا للفترة كذا، اهم حاجة يكون مكتوب عليها فولت سات، مش مهم عدد الساعات، المهم يكون مكتوب فولت سات، ولو مكتوب 38 40 ساعة مش فارقة، المهم يكون مكتوب فولت سات، والمكان ده يكون مكان طبعا بيتكلم باللغة الألمانية، فعشان مثلا يكون مطعم او بتاع وكده، لازم يكون معمل، عيادة، مستشفى، حاجة زي كده، حاجة تكون ناطقة باللغة الألمانية، ويفضل طبعا انها تكون يعني مكان طبي. طبعا انا كنت ايامها تم اعفائي من الامتحان لان اشتغلت في طول فتره النقابه، كنت شغال في معمل طبي. معمل طبي فولت سايت لمده 4 سنوات، لابورس اتي لو تسمعوا عنه، وعشان كده اخذت بفرايم من الامتحان. هاي الورقه يعني هي النهايه بالنقابه انت تسلمها. طبعا واللي عاوز يتواصل معايا اقول له حتى الايميل اللي بيتبعت عليه، اسهل حاجه تبعت ايميل للارتس اكاديمي. الارتس اكاديمي لهم ايميل عام اسمه اكاديمي ارتس بوت اتي، مكتوب على جوجل برضو، تخش عليه وتبعت الايميل، هم بيبعتوك للمكان المظبوط يعني. ولو في اي حاجه تواصل معايا على الجروبات ان شاء الله، وانا اقول لكم المعلومات المظبوطه. تمام، في شيء ثاني؟ اسئله ثانيه في عامه الاشبريكشتون ده، بس المعلومات الشخصيه، المشاركه في الاشبريكشتون ده عندي او في الفخش براخ تريننج او في النص ريفيت، اللي هي الحاجات اللي بنعملها دي كلها ملهاش عدد، يعني انت ممكن تشارك اكبر عدد من المرات عادي وبدون اي مقابل، وتقوله لحق اي حد عادي. انت حتى ممكن لو انت لسه قدامك فتره كبيره عما تخش الشغل في المستشفى، ممكن برضو تشترك في النص ريفيت ده، اللي هو تجهز نفسك وتخش مره واثنين وثلاثه، مره كل 3 شهور. فانت لو مده المعادله مثلا 9 شهور بالنسبه لك، ممكن تشترك معانا 3 مرات فتستفيد اكتر. ده مجرد لل just for info يعني. طيب هلا نحن هيك بنشكره للدكتور احمد، الله ما شاء الله تفوقها، اعطى معلومات يعني ما شاء الله، يعني اللي كنا بنعرفه واللي ما بنعرفه، الشيء الجديد والقديم، بظن وفق جاوب على اغلب اسئلتكم. نشكركم انتم كمان اللي جيتوا، شكرا، نشكر الناس اللي كمان حضرت، ان شاء الله يكون قدمنا الفائده. انا لي طلب واحد، مثل ما قلت لكم انا دكتور فيصل ابراهيم، عضو هيئه اداريه اتحاد الاطباء السوريين والعرب بالنمسا، دكتور احمد عضو جمعيه كمان الجمعيه الطبيه المصريه والاتحاد كمان معنا. نحن بهمنا بالتجمعات دائما شغله واحده، نحن كاطباء يعني نحن كونه جينا على البلاد هاي، جينا هلا خلص تركنا كل شيء مثل ما بيقولوا ورانا، يعني ما اجينا مهاجرين، اجينا مغتربين لاجئين، تاركين كل شيء ورانا، خلص فتحنا حياه جديده، انتم بلشتوا تدرسوا، نحن درسنا، بلشنا حياه جديده. انا اللي بتامله انه نحن نبقى على تواصل بهالتكتلات هي ان شاء الله، لانه دائما اساس اي نجاح التنظيم. من الانسان ما في انه ينجح ببيتك اذا ما نظم بيتك، ما بتنجح فيه دراستك، اذا ما نظم دراستك ما بتنجح فيها. ومجتمعنا نحن اللي عايشين فيه هلا، نحن اذا ما نظمنا بشكل مؤسساتي يعني تكتلات يعني خاصه بالاطباء، نحن تكتلاتنا ما لها علاقه باي مرجعيه سياسيه او دينيه او اثنيه، يعني عندنا نحن جميعا يعني متفقين على هذا الكلام.